على هامش فعاليات مهرجان مسقط 2019 يقام اليوم حفل تدشين فيلم زيانة كأول فيلم عماني عالمي، وهو إنتاج عماني هندي مشترك في القطاع الخاص. تم تصوير 70% من مشاهده في الهند و30% تم تصويرها في السلطنة. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل المقبل اليوم 62 دولارا و73 سنتا، منخفضا 61 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس.